عرب اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة رعاية جلالته الكريمة للمهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا سموه أن رعاية جلالة الملك تمثل استمرارا لمبادرات جلالته ومملكة البحرين تجاه تمكين الشباب وتوعيتهم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال سموه إن رعاية الكريمة جاءت تأكيدا للمساحة الواسعة التي يتمتع بها الشباب في فكر جلالته ورؤيته المثالية في جعل الشباب العنصر الأساسي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة باعتبارهم الأجدر على توصيف المستقبل وطريقة إدارته نحو بناء عالم متحضر ومتقدم تسوده التنمية المستدامة والنمو والبناء. وأكد سموه السعي إلى تنفيذ متقن لرؤية جلالة الملك المفدى في جعل مملكة البحرين الانطلاقة الأساسية العالمية نحو إعطاء الشباب الفرصة الكافية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني برامج شبابية متميزة قادرة على احتضان ابتكارات الشباب العالمي وتنفيذها على أرض الواقع وتمهيد الطريق أمام الشباب لاستدامة أفكارهم للوصول إلى الأهداف الأممية. وتابع سموه إن حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحفل افتتاح المهرجان يؤكد دعم سمو ولي العهد لنهج البحرين المتقدم في إدارة أهداف التنمية المستدامة وجعل الشباب العنصر الأساسي ومنح الشباب البحريني والعالم المكانة التي يستحقها في تنفيذ تلك الأهداف. كما أن حضور سموه يؤكد ما حققته البحرين من تقدم مشهود له في أهداف التنمية المستدامة الذي تبين من خلال برنامج عمل الحكومة الموقرة والتقرير الطوعي. وأكد سموه أن تجمع هذا الكم الكبير من الشباب على أرض المملكة هو تأكيد واضح على أهمية المملكة عالميا في دعم توجهاتها نحو تمكين الشباب ولتبعث رسالة إلى نظرائها من العالم والمجتمع الدولي بأن البحرين مهتمة كثيرا بالشباب العالمي وبتمكينهم نحو الامساك بزمام المبادرة لتحقيق الأهداف الأممية، معربا عن تفاؤله بالنتائج التي سيخرج بها هذا المهرجان الشبابي العالمي والتوصيات التي سيطرحها الشباب. وعرب سموه عن تقديره التام لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي على تعاونه بإنجاح المهرجان وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة شؤون الشباب والرياضة.